فيما يتعلق كيف سوف تستخدم هذه القوة، هذه مرحلة لم نصل إليها، لكن لا نستطيع أن نسبق الحوادث ونقول القوة يعني تقوم بهذا أو بذاك. عاصفة الحزم هي عملية اضطرارية اضطرت دول مجلس التعاون والعرب إلى القيام بها بعد طلبنا لذلك، حتى يعاد تثبيت الشرعية الدستورية في داخل اليمن، إعادة الأمن والاستقرار لليمن، ثم عندما تهدأ الأمور سيكون هناك عودة للحوار السياسي.